بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. بالبداية قبل لا نبدي محاضرتنا مع دكتور فيصل القحطاني، أود أن أقدم التعازي لفقيد الكويت الإعلامي الراحل محمد السنعوسي. للأمانة ما تطرقت له حتى الصحافة في والإعلام في مسيرته الفنية، ونظراً لإنجازاته قطت عليها الجانب الإعلامي والسياسي حتى الاقتصادي. أما من الناحية السينمائية فيكاد يكون الإنجاز مختفي، لذلك أود أن أنا أنوه وأكد أن بما أن اليوم محاضرتنا عن الأفلام السينمائية القصيرة، فهو من زرع البذرة الأولى للأفلام السينمائية القصيرة عام 1965 بإنتاج وأخراج فيلم العاصفة، وهو أول فيلم سينمائي قصير كويتي. بالتأكيد سبق ذلك محاولات، والمحاولات كانت عن طريق دائرة المعارف من خلال أعمال أقرب أنها تكون سينمائية، تم تصويرها بكاميرا السينما آنذاك، ولكن كانت مخصصة لبرامج تلفزيونية. فالتاريخ كما أنقله أن فيلم العاصفة هو أول فيلم سينمائي كويتي قصير روائي. وبالمقابل الفيلم الروائي السينمائي الطويل للراحل خالد الصديق، نطلب الله المغفرة والرحمة له، توفي في العام الماضي، هو صاحب أول فيلم روائي طويل. والبداية كانت من تلك البرامج التي أنتجتها إدارة المعارف آنذاك، ومن هنا بدأت مسيرة الأفلام الروائية سواء القصيرة أو الطويلة، وامتدت إلى يومنا هذا بفترات متقطعة. ولكن عند النظر إلى ما قدم نلاحظ أن النقد السينمائي لتلك الأعمال تكاد تكون غير متوفرة، ما هو متوفر فقط في الصحف مجرد تغطيات تتحدث عن الملخص والجوانب الفنية بشكل عام. أما النقد كنقد تطبيقي للأفلام السينمائية فهو ما يكاد يكون مفقود. لذلك اليوم احنا مع الدكتور فيصل القحطاني، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية والأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التلفزيون، مؤسس القسم وأول رئيس للقسم، خريج جامعة بريستول ماجستير في الدراسات التلفزيونية، وخريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للسينما في القاهرة في الدراسات التلفزيونية. فليتفضل الدكتور يتكلم. كل الشكر طبعا للمخرج والزميل والصديق والأخ حقيقة الأستاذ أحمد الخلف، ولعلي يعني أنطلق من مقدمة، ولن أنطلق في كما هو موجود في الأوراق، ولكن سأنطلق من ما ذكره الأستاذ المخرج أحمد الخلف. وطبعا نترحم على مواتنا وموات المسلمين وأيضا مبدعين الكويت، الأستاذ خالد الصديق والأستاذ أحمد السنعوسي. وبالفعل هالاسمين شكلوا حالة، ولعلي اليوم أقول كلام ما هو موجود في الورق، ولكن من خلال يعني معرفتي في السنوات الماضية أو قربي من الحالة. دائما احنا نعرف أن الإبداع فيه هذا الحس التنافسي، هذا الحس الغيرة الغبطة المحمودة اللي تدفع المبدع إلى الأمام.
فدائما تجد أن المخرج يتابع ويلاحظ المخرج الآخر، الكاتب يقرأ الكاتب الآخر، الروائي كذلك، الشاعر. هذه الحالة موجودة، ولعلها كانت بارزة جدا بين هذه الروح الجميلة التنافسية في أبناء ذلك الجيل. كان هل الفيلم الروائي العاصفة الأول، أو يمكن أشار لها الأستاذ أحمد الخلف سريعا، هل هو يعتبر النواة الأولى لوجود الأفلام الروائية القصيرة في الكويت، أو الأفلام اللي هي الأفلام نوعين، فيكشن نون فيكشن، الفيكشن اللي هو الروائي، نون فيكشن دوكيومنتري، يعني اللي مو دراما. حقيقة قدم خالد صديق علياء وعصام، علياء طبعا هو بالاسم علياء ما تنطق علياء، عليا وعصام، ولكن كما ذكر أخوي الأستاذ الدكتور أحمد الخلف بأن فعلا كانت هذه الأفلام هي سكتشات تقدم من خلال برامج، وبالتالي فقدت المين ريزون، السبب الرئيسي في وجودها، وهو أنها تنتج كفيلم. بينما العاصفة لا، فبالتالي اعترف بالعاصفة، أو بالنسبة لنا احنا في النقد وفي اعتمد العاصفة كأول فيلم روائي قصير. أول فيلم روائي طويل معروف بس يا بحر. والتجربتين يعني لله الحمد أنهم ظهروا من ليس ببدائية وإنما من القمة، يعني الفيلمين سواء يعني خالد الصديق أوسكار بس يا بحر، فيلم ترجم في لغات وعرض في دول، في أمريكا صارت نقاشات، في والعاصفة كذلك كان نواة لانطلاق فيما بعد للأفلام القصيرة. احنا مشكلتنا أن صناعة السينما في الوطن العربي ليس في الكويت، لأن ترى هي حالة تكرر، الوطن العربي من محيطه أو خليجه إلى محيطه يعتبر تقريبا حالة شبه، خاصة في الأفلام الروائية القصيرة. في السينما الروائية الطويلة لا، كانت لبنان موجودة، موجودة مصر طبعا على القمة، موجودة بعض الأفلام اللي من هنا وهناك لأسباب إنتاجية وتسويقية، حقيقة ما كان في جمهور يدخل لك بالكم اللي يغطي المبالغ وبالتالي العملية اقتصادية. لكن كان في حركة مهمة جدا في مهرجان في ألمانيا في برلين عام 1962، ظهرت مجموعة، خاصة إن في تلك الفترة كان في الحركة التجريبية والطليعية ليست فقط في المسرح وإنما في السينما، فنون تشكيلية، الخروج عن الكلاسيكية، إيجاد نوع من التمرد على ما هو قديم، كسر القواعد. فبدأت الحركة التجريبية أيضا في السينما والطليعية، والفرق بينهما طبعا راح أشرحه على عجالة. يعني ظهرت هذه المجموعة تنادي يعني إبعاد سيطرة الأفلام التجارية على الأفلام المستقلة، مثل هوليوود، مثل أي دولة كان عندها قسم تجاري فكان مهيمن على السوق. فهذه الحركة ظهرت في 62 في تجمع مهرجان دمشق 72، تخرج مجموعة من الشباب، يخرجون هؤلاء الشباب المخرجين كل واحد رصيده فيلم فيلمين، يعني مو بس أنه ينادون بذات القضية وهي التخلص من فرض سيطرة السينما الاستهلاكية أو السينما التجارية اللي هي موجودة. يعني من ضمنهم كان خالد الصديق في 72، من ضمن اللي راحوا ينادون لابد أن يكون لنا كيان. إحنا إذا ماذا يريد هؤلاء؟ حتى نفهم، إحنا لما نتكلم على الأفلام الروائية القصيرة أو الأفلام المستقلة لابد أن ندرس ونفهم عقلية هؤلاء المبدعين. هو مو لأنه مو قادر يشتغل، هو يقدر يشتغل هناك،
يعني أكيرا كوراساوا اشتغل في هوليوود طوال سنين طويلة، لما تقاعد وعطوه الفلوس راح اشتغل في الأفلام المستقلة، لأن هذا شغف، حب إن يعمل هذا النوع من الأفلام، يجد ذاته فيها. وبالتالي بدأت الحركة من هنا وهناك خفيفة، ما يسمى بموت المؤلف، المخرج هو نفسه اللي ألف. طبعا الاعتبارات كثيرة، من ضمنها مثلا مادية يوفر، لأن الأفلام هذه غالبا الشباب اللي يعملها، وبالتالي ما عنده هذا البادجت المبلغ الكبير، ولعل وجود أستاذ المخرج أحمد الخلف خير نموذج من ضمن النماذج اللي أنا تكلمت عنها واشتغلت أيضا معه في الفيلم. فكانوا هم شباب شغوفين يبون يشتغلون على هذه الأفكار الموجودة لديهم، بس المادة ما تسعفهم ولا يقدر، وخاصة لما يسوي الفيلم ترى ما في عائد مادي للفيلم، فهذا يؤثر في 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 حركته فيما بعد. الاستمرارية يأثر عليه، هو مو قادر يطلع، يعني شلون يقعد ينطر تمويل، يا تعطيه الوزارة الفلانية، يا حصل له أحد يتبنى، يا جمعية، يا كذا، مو فقط في الكويت، حتى في الوطن العربي. وبالتالي كانت الحركة هذه قليلة، لأن كانت التكنولوجيا غالية، احنا قد تصل الكاميرا 30-40 ألف في تلك الفترات السابقة، فما كان في يعني صعبة انك تجد واحد يشتغل افلام قصيرة الا يكون موظف في وزارة الاعلام او موظف يعني يستطيع ان يعطونا اوردر فياخذ له لقطات ويسوي له فيلم قصير عبر مونتاج معين، لكن انه يصرف صعبة. كاميرا سينمائية 30-40 ألف، وين يقدر بيك الفترة اللي اتكلم فيها، يعني الرواتب على 200 دينار، 150 دينار، ما حد يقدر يوصلها يعني، أو 300 أو حتى 1000 دينار ما تقدر تشتريها. فكانت الحركة بسيطة في الوطن العربي فيما يتعلق بالأفلام المستقلة، الأفلام التي فيها نوع من التجريب والطليعية، وناس هدفها مو تجاري، كانت حركتها بسيطة، إلى أن تطورت التكنولوجيا وصارت الكاميرا أنت تقدر تسوي استديو كامل ما يكلفك 1500-2000 دينار، يعني تقريبا يعني 2000 دينار بالكثير يعني. والحين حاليا بعد ما له داعي بالأجهزة، جهازك اللي أنت موجود، فصار الصناعة أسهل، التكنولوجيا موجودة، أصبح الآن هناك تجارب لكنها تجارب غير ناضجة، فإما أحبطوا، أنا أتكلم عن الكويت وعن برا الكويت، إما أحبطوا إما أن إلى أن فتحت قنوات تعليمية، قنوات يعني تثقيفية، بلشت الدورات سواء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بلشت أيضا في المعهد العالي للفنون المسرحية من 2008 و2009، ولعل الدكتور راجح المطيري كان أحد اللي عمل هذه النوعية من الأفلام، كانت في مادة اسمها حرفية إخراج تلفزيوني أو إخراج تلفزيوني، إلى أن ظهر في 2010 لائحة جديدة فأوقفت هذه المادة، فعرض على موسمين، على سنتين، 6 أفلام 6 أفلام. بعدين دخل على الخط مجموعة سين سينمائية، خلف العصيمي وربعه، وبدأوا يعرضون منصات، يعني يعرضون يعني يساعدون بعض، يعني حتى هم نفسهم، يعني فلان يجي يمسك لي إضاءة، بعدين هو يساعدني، أحمد يجي يساعدني مثلا في المونتاج، يساعدون بعض لو بجت أقل مبلغ على أساس نقدر نشتغل، يعني نحقق هوايتنا. إلى أن الهيئة العامة للشباب بدأت تضخ أموال لإنتاج الأفلام. الحدث الأكبر في الكويت، أنا أتكلم الحدث الأكبر هو ما حصل في مهرجان السينما في دولة الكويت، صار 3 دورات وعقب وقفت ويا المجلس، إن شاء الله أنكم تردون إن شاء الله، لأن احنا خايفين من عدم الردة هذه. المهرجان أحمد اشتغل فيه وشارك فيه، أحمد طبعا فاز فيه، أنا اشتغلت يمكن في اللجان خلف الكواليس، فكنت أتابع الأفلام، لقيت أن في كم كبير من السينمائيين الشباب اللي عندهم شغف، خاصة بعد
انفتح قسم التلفزيون في المعهد وصار يدرس الإخراج التلفزيوني والسينمائي، وفي كتاب بتخصص سيناريو وفي تخصص تصميم، أصبح الكرو جاهز عندك، فقط تولف مع الراس يركب مع راسك وتبدأ تشتغل. فأصبحت الأرضية موجودة سواء علم أو سواء منصات وأيضا تمويل. صار في جاب اللي هو كورونا وما بعد كورونا، كل القطاعات انتعشت إلا السينما، كلها ردت، المهرجانات الباجة ردت. أنا ما أتكلم فقط حتى بكويت، أغلب الدول اللي أسألهم يقول لك لا ما رجعت، الكورونا هذه ظاهرنا عملت حل. ولكن نتمنى إن شاء الله السنوات القادمة ترجع هذه المهرجانات، لأنها فعلا فيها فائدة. الأردن رجع السنة هذه، الإمارات أعتقد وقف، الإمارات من قبل من قبل وقف. أي فهي الفكرة إن المنصات هذه أو المهرجانات تدعم أول شيء في ورشها، في ندواتها، في التنافسية اللي ذكرناها في البداية. لابد من وجود التنافسية، لأن أنا إذا ما لقيت أحد ينافسني ما في مشجع صراحة. يعني تصوروا فريق كرة قدم يلعب بروحه، ما شو يلعب فيه؟ ما لن يتطور مستواه، صح؟ لكن هذا يحتاج اللاعب إلى لاعب آخر، المخرج والمبدع يحتاج إبداع آخر يقيس عليه ويشوف التجارب الأخرى. هذا نقلنا إحنا في الكويت إلى 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 مرحلة أكثر، يعني ما نقول تطور ولكن نقول أكثر نضج في الحالة السينمائية الروائية في الكويت، سواء على مستوى الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة، أيضا على مستوى الأفلام الروائية، لأن مهرجان السينما كان حاط التوثيقية أو الأفلام الوثائقية، فصار في حركة. الآن هذه الحركة نتج عنها حتى من قبل، يعني نتج عنها بعض الصور اللي أنا أشوف أن هذه الأفلام تحتاج فعلا إلى أن احنا نسلط الضوء عليها. ويمكن من ضمن الأفلام اللي خذيتها فيلم أحمد، فيلم سلام، أقول ظروف التصوير عادي ما أنت تقول إحنا أنا يعني هذا كيف صانع السينما أو السينما القصيرة أو الأفلام الرواية القصيرة كيف يصنع؟ اتصل علي أحمد قال أبي صوت، كوني يعني مذيع فأبي صوت أخبار، تقرأ لي أخبار على أساس بركبة عندي. فسجلت وشفت بعض المقاطع أثناء ما يشتغلون اللي تصويرهم، فأفاجئ أقول له هذه أنتم وين نصورها؟ فقال لي عندك قدام بيتكم خيطان قبل لا يهدمون اللي الحين تنبني، هذه كان فيها بعض البيوت القديمة اللي ما زالت موجودة، في بيت معاند، في بيت معاند مراضي بيهم، لا مراضي يطلع فمكسر، يعني نصه مكسر ونصه ما شو صاير، يعني موجود. اللي يدش على اليوتيوب يكتب فيلم سلام أحمد الخلف راح يلاقي. فآخر بيت، فقاموا خذاء على اعتبار أنه إعادة القضية من جديد، القضية الفلسطينية وهي قضية حاضرة دائما في أذهان المبدعين والعرب ككل والكويتيين طبعا. فقاموا أعاد أن واحد قاعد رجل كبير في السن من أهل الأرض والمغتصبين المحتلين يقولوا له اطلع، فدش الدبابة. طبعا أكيد أحمد ما راح يجيب دبابة، بس أحمد جاب بايب، ما صورة بايب، وصبغه أخضر وحرقه ولا عجلات وتحرك كأنه شنو، ومؤثر الدبابة، مؤثرات صوتية، فتشوفه كأنه فعلا دبابة ووقفتها شذي. يعني على حل ما هذا المخرج بدون هذه الحلول الإبداعية حل زين، هذا كله تكلفته ما راح يكلف المبالغ لأنه هو ما يقدر يكلف الفيلم 4 دقائق. زين شو اللي يميز الفيلم؟ ليس فقط الحلول، لا، تكنيك في التصوير، تكنيك اللي أخذه وصور ال4 دقائق وان شوت كامل، يعني على قولة القول إذا أخطأ يرد يعيد من جديد، مع أنه يقدر يعمل مونتاج، لا هو يبيه، هو قاصد يعمله وان شوت. فهذا نوع من أنواع اللي أنا أسميه ستايل مخرج، حب يحط الستايل الطريقة هذه
فهذا من الأفلام اللي أنا لفت نظري. أيضا في فيلم يرجعنا إلى ما يسمى بالسينما الطليعية، سينما تجريبية، فيلم مقداد الكوت، فيلم موز، بعيدا عن القصة والموضوع بعيدا، بس الفيلم كان متمرد على الشكل الهرمي الأرسطي. يعني القصة ما تفهمها لما تشوف من الأول للنهاية، ولا تفهم أي شيء منها، وبعد ما ينتهي الفيلم ما تفهم القصة، لأن ببساطة هو مقاطع معينة يبي يقول فيها شيء، رابط جملة معينة بينها، بالأخير قال لك سلطة العادات، سلطة الدين، سلطة، يعني سلطة اللي تكون فيها غلو عن الوسطية اللي المفترض احنا نكون يعني فيها. فهذا عطاك نوع التصوير نفسه، كان فيه نوع من كسر الإيهام في المسرح يقابل بريخت، فكان يكسر الإيهام، يقول لك ترى انا قاعد اصور، انتبه، ترى قاعد اصور فيلم، انا يعني انتبه، يعني فجأة. فهذا كله تحطيم للقواعد هو ما يسمى بالسينما التجريبية أو السينما الطليعية، والفرق بينهم بسيط، يعني راح أقوله بعد ما أخلص. فلننتقل إلى هذا الفيلم بشكل عام، يعني تجربة كويتية مهمة، أنا قاعد أذكر بعض التجارب المهمة. في فيلم شاي حليب الحليل، صح، أحمد الحليل، هذا نموذج. إنزين، ليش أنا أخذ نموذج من هنا ونموذج من هنا ونموذج؟ أحمد الحليل عطاني نموذج لمن يتدرب على أن يخوض غمار الأفلام الروائية الطويلة. غايات وأهداف، إحنا البحث نفسه غايات وأهدافهم. ففي ناس يدخلوا الأفلام الروائية القصيرة كبرج، بوابة لدخول الأفلام الروائية الطويلة، رغم أن هناك خلاف في التكنيك، خلاف سواء على المستوى الإخراجي أو على المستوى تكنيك الكتابة. يعني أنت ممكن تشوف مثلا فيلم روائي قصير مدته 40 دقيقة، بس الموضوع والإخراج قصير ما تقدر. وممكن تشوف ساعة فيلم روائي طويل، لأن تشعب الأحداث فيه، طريقة التصوير والتكلفة اللي فيه والشغل اللي فيه لا، فيلم روائي طويل. فهي المدة شوية يعني ما زال عليها خلاف يحكمها الإطار الفني هنا، الموضوع، السيناريو وتكنيك الإخراج. والمتعارف على 60 دقيقة. الحين خلوها وراح يغردون يغيرون بعد فترة على حسب. بس اللي واصل 50 55 بعد نفس 60 صارت. شوية خلاص. ما ممكن الدقيقة، وأنت تعرف ممكن الدقيقة تعمل مشكلة في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الكيان ككل، في المنظومة الكاملة، يمكن جزء بسيط يعمل لك خلل في نظرية الجشتالت. الجزء إذا أصبح في خلل، فالكل في خلل، لأن الجزء هذا ما زال في خلل وعلة. فأحمد الحليل تكنيك آخر في أني أنا أبي أروح للأفلام الطويلة فأستخدم فعمل له قصة، أو موجودة يعني قصة شاي حليب، واحد يضيع أبوه، تجارة الإقامات، عمل له قصة وراح فيها أكثر موقع، أكثر مونتاج عمل فيها. هذه نماذج مهمة. في أيضا نموذج فيلم وينكون، أعتقد السعيد، مش على السعيد، وينكون دخل أنيميشن داخل أفلام قصيرة وحاط فيها أنيميشن، أن يطلعون لها الألعاب اللي كانت تلعب فيهم. هي طبعا هي القضية عن القضية السورية، فدائما يعودونها بالذاكرة، كل ما هذا يطلعون ثلاث دمى كذي يلعبون معاها. طبعا دمى في الواقع مش موجودين، هو في جرافيكس مسوي. فاستوقفني أن هذا أيضا تكنيك واشتغال أيضا حلو جميل وجيد، بالإضافة إلى القصة الإنسانية. نعود إلى المواضيع التي ذكرت، أو المواضيع اللي قاعد يتناولها الشباب، كلها مواضيع حقيقة إما تكون ملامسة لكياننا
وطننا العربي أو لقضايانا سوري أو لقضايانا الداخلية. وأنا في هذا يعني المقام أقول بأن أصبح الحالة الإبداعية هي ليست فقط اشتغال ميكانيزم واشتغال، لا، أيضا إحساسك كمبدع وين، شنو قضاياك، شو اللي قاعد تطرحه أنت. فثبت لي بالفعل من خلال متابعتي تقريبا لمعظم الأفلام الروائية القصيرة والطويلة في الكويت أنه فعلا في اشتغال على الفكرة، اشتغال على الدراما، اشتغال على الحدث نفسه، أهميته بالنسبة للمخرج نفسه. وهذا شيء يدل على أنه في وعي يوم عن يوم قاعد يتطور. كافي ولا كمل؟ لا كمل. كمل. هذا من جانب. من جانب آخر لما طرحنا قضية المسرح التجريبي والمسرح الطليعي، وإحنا قلنا الفرق بينهم يعني المسرح التجريبي هو حتى تصبح طليعي لابد أن تجرب، والتجريب هنا ليس ترفاً، التجريب هنا بوعي وبأرضية علمية. ما تجيني أنت اليوم مشتغل، مع احترام للشباب يعني، ما تجي توك مشتغل صار لك سنة سنتين تقول لي أنا بجرب. التجريب لازم يكون في تجربة لديك أول شيء، خبرة. يعني لما يأتي مثلا برخت ونقول مسرح الملحمي مسرح طليعي مثلا، ماشي، بس برخت هذا قعد سنوات طويلة. مثلا لما نأتي لأكيرا كوراساوا في فيلم السيت الأخير، هذا حصيلة سنوات طويلة. بعد هالسنوات الطويلة هذه كلها يعمل لك فيلم يقول لك مثلا فيه أن أنا بنفس الطريقة هذه، يعني أنيميشن على شوية كذا على ولوحات، فيلم مدة يمكن ساعة وربع ساعة ونص لوحات، بالأخير آخر شيء يقول لك الطبيعة، أو يبي يقول هالكلمة هذه، هل الكلمة هذه كلها على الفيلم هذا كله خذانا فيه بمتعته، اللي شوف يقول يعني شو اللي قاعد يسويه هذا، اللي ما يعرف منه هذا يعرف إنه هو في حالة من إيجاد الذات، فهو كل الإبداعات اللي قاعد يشتغلها الآن قاعد تودي إلى 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 مرحلة هو اللي عارفها وين، وهو اللي عارف متى يوصلها. أصبح ليش؟ لأن عنده تجربة طويلة. فلما تقول تجريب فأنت لازم يكون لديك تجربة، لديك وعي، لديك جدية. بعد انتهاء هذه الحالة التجريبية وبعد طرح المشروع، هنا نقول طليعي. يعني مثلا ممكن تجد واحد في ألمانيا تجريبي بس في فرنسا طليعي، ليش؟ لأن اللي صار نظر له في فرنسا، فإلى أن يترجم بالإيطالي بالألماني في ينقل بالنسبة للنقاد. فهي اللي بينهم أول شيء تجريب، ثم الانتقال إلى الطليعية. الطليعية طبعا ظهرت نتيجة ما سمي في بدايتها ما بعد الحداثة، قبلها طبعا الحداثة، ثم ظهرت التجريب والطليعية ما بعد الحداثة في العالم الحديث قرن نصف القرن العشرين. بعدها انتقلنا إلى مفهوم يعني في الدراما، وهو ما بعد الدراما جاء ليحل محل ما بعد الحداثة، لأنه مصطلح ما بعد الحداثة مصطلح عميق وكبير ويحتاج إلى. فليمان هانز جاء في ألمانيا ووضع هذه هو لم يضع شيء جديد، هو جمعها فقط، حتى اسم ما بعد الدراما قيل قبله يعني، ولكن وضعها بشكل إطارها المفهوم النقدي، وقدمها على اعتبار أن ما هو موجود في التجريب سواء السينما التجريبية، المسرح التجريبي أو الطليعية في المسرح أو السينما أو حتى الفنون الدرامية، أقصد سماها ما بعد الدراما.
بشكل عام أرجع على موضوع إنه إحنا نحتاج إلى دراسات، نحتاج إلى دراسات معمقة، لأن بدأنا اليوم نجد المنتج الإبداعي في السينما يرتفع ويعلو كعبه، في المقابل لا يوجد خطاب نقدي يوازي هذا المنتج الإبداعي، وهذه معضلة حقيقة. واقعين فيها إحنا في المسرح، واقعين فيها في الفنون التشكيلية، والآن موجودة في السينما وفي الدراما التلفزيونية. للأسف الخطاب النقدي يعني ما زال ما يشكل هذه الحالة الديناميكية مثل ما هو موجود في المنتج الإبداعي، وأعتقد بهذا أن خلل كبير لابد أن يصحح من خلال توجيه دراسات ومناقشات نقدية أكثر، استدعاء المتخصصين سواء من الكويت أو خارج الكويت، إعطاء فرصة أكثر للمحاضرات، إيجاد حالة حتى يكون هناك حلقة وصل بين السينمائي والناقد، لأن النقد الصحفي أو الفني في الصحافة لا يكفي، لا يكفي أبدا، لا يكفي، يعني لا يشفي غليل المخرجين، لأن أيضا مع احترامي طبعا ومعزتي ومحبتي هو يشجع، هو يشجع ستانس البداية يشوف صورك بالجريدة بس ما في توجيه، لأن النقد هو تقويم أيضا، مش فقط تقييم، تقويم للعملية الإبداعية. ما تجد أنت هذه الحالة حتى لو بينك وبينه، مو شرطي بالجريدة. نتمنى أن تكون هذه حالة الإبداعية مصاحبة لها حالة نقدية، ومتفائل حقيقة بصناعة الأفلام الرواية القصيرة في الكويت وحتى الطويلة، بس يبي لها إنتاج، يبي لها تردون شوية هذه النقطة، النقطة المحورية اللي إحنا بالفعل يعاني منها شبابنا. أتمنى الهيئة العامة ترجع الدعم إذا كان موجود، المجلس الوطني يساهم، وزارة الإعلام تساهم، إعطاء يعني هذه من التوصيات اللي طارحها أنا، إعطاء فرصة للشباب أيضا، حتى الشياب مو مشكلة، أيضا إعطاء مساحات لهم في الأجهزة، في أعتقد حتى التصوير برا صاير فيه مشكلة في التراخيص، وفي زادت العراقيل اليوم إصدار التراخيص، لأن صار أيضا الدولة ما تبي الأمر يعني الحبل على الغارب وانفلات كل واحد جاي يصور، ما يصير أيضا دولة حتى في أي مكان ترى لابد من الاستئذان، ما يصير تصور بيتي أو تصور مروري دون إذني، ما يحق لك لا هني ولا في أوروبا ولا أمريكا. يعني أتمنى إن شاء الله التوفيق لشبابنا، وأتمنى إن شاء الله دعمهم بإذن الله أكثر، وشكري وتقديري للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والقائمين على معرض الكتاب، وكل طبعا الأستاذة عائشة المحمود والأستاذة أميرة الطيري وكل الزميلات اللي سهم الله خير، الأستاذة نور واللي تواصلوا معانا لوجود هذه الندوة، وأشكر طبعا أستاذ مخرج زميلي وأخوي أستاذ أحمد الخلف على إدارة هذه الندوة، شكرا لكم، مشكورين. شكرا.